الكوتش عبد الحق شوقي، كوتش رياضة الفيتنس وكذلك معد بدني في رياضة كرة القدم. بدأ المسار ديالو كأي كوتش بالبحث والدراسة واستغلال الفرص من أجل بلوغ الهدف. عبد الحق شوقي، سن 23 سنة، كوتش فيتنس. بديت المسار ديالي من كانش عندي يعني 16 عام، كنت كنلعب كرة ومازلت كنلعب كرة. لقيت راسي أنني نقدر نعطي في الميدان هذا، وحاولت أنني ندير دي فورماسيون ناسيونال انترناسيونال. حصلت على شهادة دولية من شركة ديناميك سبورت ايفنت. حاولت أنني نطور راسي وناخد معلومات اللي غيفيدوني في المستقبل ديالي. فالحمد لله كاين تجاوب مع الناس اللي كيجيو عندي هنا. كنخدم مع الناس انديفيديوال، يعني بروغرام بروفيسيونيل، شفط الدهون او يعني زياده الوزن او يعني حصل على كتله عضليه. يعني كنخدم بروغرام ديال لا نوتريسيون، يعني كيجي عندك ان كليون انك كتشوف البرنامج المناسب اللي يمكن لك تعطيه ديال التغذيه على حسب الوزن ديالو وعلى حسب لي بيزوان شنو بغاو. التخصص ديالي كندير فيتنس، الايروبيك، كونديسيون فيزيك، كورديناسيون، لي رانفورسمون موسكولير، اي لو كور ديال لي سميز بوتي اداك بوتي كومبو. بالنسبه للبروغرام اللي كنخدم مع الناس اللي كيخدموا معايا انديفيديوال، البروغرام يعني عادي، كنسمع الكليان، كتعرفوا شنو بغا، لوبجيكتيف فين باغي يوصل، كتحط انت وياه واحد لوبجيكتيف، يعني انك باش تخدم انت وياه وانت مرتاح هو مرتاح. كنخدموا على واحد الاساس بانه غادي يوصل لوبجيكتيف ديالو، يعني في واحد الفتره قليله، ماشي 6 شهور ولا 8 شهور ولا عادي، يعني على حسب البروغرام اللي غتخدم به. والحمد لله كنخدموا بروغرام بروفيسيونيل، كنعطيو بروغرام ديال التغذيه يعني اللي غيليق بالكليان، وكنبداو بروغرام. كاينين بعض الناس اللي ما نقدرش نخدم معاهم ولا ما نقدرش نبدا معاهم البروغرام، الناس اللي مراض، اللي عندهم القلب، اللي عندهم يعني دي شيرول في الميسكل صعاب ما يقدروش يتصلحوا لي زونطريمون، كنقول لهم استشروا الطبيب الا عطاكم الاوكي كنش نخدم معاهم مرحبا بهم. كاين بعض الناس اخرين كيجي من ستريس، اولا كيلقاش راحته، ثانيا ما كيلقاش داكشي اللي بغا. هنا فين كيكون الدور ديال الكوتش او المدرب، خصك تعطيه الوقت ديالو، تعاملو زوين وتحاول تصلح مع داكشي اللي ما قدرش يصلحه برايس اخرين. فبالنسبه للعلاقه الكوتش والناس اللي كيترينيو معاه، فخصها تكون علاقه حبيه، قد ما قربتي للناس اللي كيترينيو معاه قد ما غادي يقربوا لك، وما يمكنش لهم يجيو شي حصه قد ما كنتي معاهم. يعني ديما مستريس انت براسك ولا ديما غادي تكون ديك العلاقه بينك وبينهم مزيانه، وما يبغيش يقول انا غادي نمشي، انا دونك مستريس في خدمه ولا على بلاصه اخرى، نجي لاصال غادي نمشي عند داك الكوتش عاوتاني ستريس وكذا 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 وكذا، تيدير بالناقص ما يقدرش ولا ما يقدرش يكمل معك بروغرام. فالمشاكل اللي كنواجهها مع الناس أغلبية كتقدر توصل معها حتى نص البروغرام، كتكون نتيجة إيجابية كتوصل حتى 50%. كيمشي كيستعشر مع أحد الأصدقاء أو الأقرباء، تيقول لي أنت غلاديتي، لا راه ما درتي والو، هذا كيحطمو، كيجي عندك هنا كيجي صافي سيد تيقول لك أنا ما درت والو، هو راه ما حس الكوتش هو اللي كيشوف المتدرب فين وصل في النتيجة، يعني ما يمكنش يخدم معاه بشي طريقة غير لائقة. فهذا عاود جلس معاه مرة أخرى كتقول له واش أنا كنخدم معاك وأنت كتمشي كذا، ما كتستعشر مع وحدين أخرين، وهذه يعني أنا خدمتي ما بقاش، يعني أنا براسي ما نقدرش نكمل مع البروغرام. كنحاول أنني نعاود نبدل العلاقة ديالي معاه ونبدل المعاملة ديالي معاه، كنشوف دي بوان اللي هو باغي يوصل ليهم، كنحاول انني نناقش معاه بزاف ديال الحوايج ونقول ليه علاش مشيتي وهادي وهادي. دونك نتايا دوك الناس راه حطموك حيت انت يعني فتيهم وتتريني وهما ما كيترينيوش، يعني حاول الله يرضى عليك تسمع ليا وكمل معايا البروغرام ديالك، راه ما كاين الخير ان شاء الله. وكاع صراحه كاع الناس اللي خدموا معايا وصلت معاهم البروغرام 80% من النتيجه. أه
نصيحتي للناس اللي ما تديرش الرياضه، بالنسبه لي انا الناس ما عندهمش وجود في الحياه، يعني ما غاديش دير لك الرياضه حتى 20 دقيقه ولا 30 دقيقه في النهار، يعني راه شي حاجه بيزا، يعني ما ديرش لك حتى الوقت ديالك، تولي خدام الصباح تقدر تريني بالليل. زول الرياضه ف كتزيد في العمر وكتخليكش تمرض بزاف وكتخليك انتيليجون تفكرك، كتبعدك على الستريس، كتبعدك على بزاف ديال الحوايج خايبين. بحال كنشوفوا لي جون دابا الاغلبيه الله يهديهم بليين، وهادي كنقول لهم راه داك الشيء راه ما غينفعكم والو، ما نفعكم غير صحتكم. بالنسبة للرياضة أنا الدومين ديالي كحارس مرمى، كنلعب لعبت في عدة فرق وداكشي، كنختار الكوتش شوقي كيعاونني زعما فيزيكمون وبالتمارين الرياضية ديال الكارديو وداكشي، كتعاونك في اللياقة البدنية ديالك فيزيكمون وكدا، يعني الكوتش شوقي أنا فاش كنكون مريح في سميتو كنقولو حنا في العطلة الصيفية ديالنا كنجي نخدم معاه، مثلا في شهر رمضان كتكون موقفة البطولة عندنا تنجي نخدم معاه كيعاونك باش هكا تبقى مساعد على اللياقة البدنية ديالك، ملي تبدا بريباراسيون كتكون ديجا متريني وداكشي كيكون كتجي تساعدك. الكوتش الشوقي كيخدم معاك شي تمارين اللي تقوية العضلات، كيخدم معاك فيزيك، كيخدم معاك شي حاجة اللي كتحتاجها كحارس، الحارس مرمى كيتطلب شوية لياقة بدنية عالية على اللعابة. الكوتش الشوقي كيقلب كيجيب لك تمارين جديده، كيجيب لك دي زيكزيرسيس اللي مزيانين، يعني غيساعدوك في المسيره الكرويه ديالك. انا بحكم كحارس مرمى كيعجبني نتريني معاه، كنلقى راحتي معاه، يعني قريب منك بغض النظر على انه ساكن في القرب ديال الحي ديالنا وداك الشيء، وصديق مقرب ديالي، كيعطيك واحد الاطمئنان كتتريني وانت مرتاح. ماشي هادشي علاش اختاريت ان الكوتش الشوقي نجي نتريني معاه ونواصل معاه، وفين ما كتكون عندي العطله الصيفيه ديالي تنجي نخدم معاه. علاقتي بكرة القدم علاقة فطرية، يعني حليتها، يعني لقيت راسي انني تخلقت باش نكون حارس مرمى. فالحمد لله انا مازال في الماستر ديالي كنحاول انني نجتهد ونعطي كل ما في جهدي باش نزيد مازال قدام. علاقتي في كرة القدم بمعنى اخر علاقة يعني وطيدة، علاقة حب، يعني ما يمكنش لي شي نهار ندوز نهار كامل، ما يمكنش لي انني نزاول الرياضة ديالي. بديت الكرة ديالي في السن ديال 12 سنة، كان واحد الشخص كيسكن حدانا حارس مرمى قديم تاع جمعية الحليب، كنت كندخل عندهم الدار كنلقى ليكات ومحطوطين كنلبسهم، حتى أنا يعني تزرعت في ديك الغريز أنني نكون حارس مرمى. بشوية بشوية غادي مشان يعني كنكبروا وكن يعني كنتعلموا من الناس، حتى السن 16 سنة لعبت مع فريق نادي مكناسي شبان، من تماك يعني عرفت راسي بانني نقدر نكون حارس مرمى في مستوى ان شاء الله. فهي في الصراحة الفكرة جات في السنة الأولى إعدادي، يعني كنت كنقرا عند واحد الأستاذ الله يذكره بخير السي مصطفى بحادة، هو اللي شافني واحد النهار وقال لي أنت تقدر تكون يعني كمدرب في المستقبل إن شاء الله، عندك واحد يعني واحد الشوفة واحد الميزة كما كيقولوا، أنك تميز بشخصية قوية وشخصية لأنك تكون محبوب مع الناس وكيفاش التعامل ديالك مع الناس. جاتني الفكره انني نكون كمدرب او مساعد مدرب او بريباراتور فيزيك، يعني بجديه في العمل، والناس كيشوفوني انني تقول انت قادر انك يعني تكون يعني مدرب في المستقبل في المستوى. جاتني الفكره من عند مدرب حراس المرمى سعيد الدغاي اللي شاف فيها وقال لي هذاك النهار يعني خصك تكمل وحنا غنعاونوك باش توصل يعني للمستوى اللي انت كتحلم به. في هذا انا حاولت نسمع الهضره ديالو وطورت راسي براسي، وديما كنحاول انني نقلب على الجديد باش نوصل للناس افكار جديده ان شاء الله.
وضع الرياضة في المغرب كما كنشوف غادا في تحسن، كاينين دي بروف في المستوى، كاينين دي سال بروفيسيونيل اللي كيحمسوا الناس انهم يزاولوا هذه الرياضه، ميم سي كنشوفوا في بلايص اخرين او في احياء شعبيه، يعني كنشوفوا لي سال قد الحال، مي خص يكون الكوتش كيبدع. فالوضع ديال لي كوتش في المغرب وضع ما غاديش نقول لك زيد درادي، انما كاين تحسن، يعني كيكونوا دي ستاج يعني بروفيسيونيل كيجيو دي خبراء من خارج الوطن كيعطيونا دي فورماسيون اننا تيورينا كيفاش نتعامل مع الناس، كيفاش نوصلوا الناس يعني لتمارين جديده ويعني عصريه وتمارين يعني اللي كتقيس شي حوايج اللي ناقصين للانسان. كتوز عادي يا اجواء زوينه، الدراري الحمد لله حنا كلنا خوت هنا. كنركز على لا كونديسيون فيزيك اول حاجه ولي رانفورسمون موسكولير يعني تقوي العضليه، حتى ما كانش عند الانسان تقوي العضليه يقدر يهز لي بليسيغ وسط الماتش لي زونطريمون، وهكا ما يقدرش يكمل المسار ديالو من المستقبل. لاعب خلوق يعني في الموتيفاسيون ديال اللعابه، يعني واخا ما كيكونش لاعب كيموتيفي اللاعب، يعني هو سيريو وكتكون واحد الكومونيكاسيون مع الدراري بوزيتيف اللي ماشي يعني كيتقلق على الدراري، وكبريباراتور فيزيك يعني تبارك الله يعني الخدمه ديالو غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله في المستقبل. الطموح ديالي هو ان شاء الله انني نكون مدرب في المستوى من القدام، ان شاء الله نوصل لذاك الشيء اللي كنطمح ليه من الصغر، وفرضه الوالدين والناس اللي كيحبونا وكيساندونا يوميا تيقول لك كمل كمل انت راك مزيان، يعني بحد ذاته هذا راه يعني راه تحفيز كبير، وان شاء الله ربي ما يخيبناش وما يخيبش ظن والدينا اللي كيشوفونا حنا واخا كبرنا وما باقيين صغار في عينيهم، وان شاء الله الكلمه الوحيده اللي كتخليني انا مازال طامع هو ان بعد العسر يسر.